أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأخبار. المبعوث الأممي يلتقي وفد الحكومة لإقناعه بالعدول عن قرار تعليق مشاركته في المشاورات. قصف مستمر على الأحياء السكنية في تعز والمواجهات تحتدم قرب مقر اللواء 35. في صنعاء أكثر من 140 أسرة نازحة تعيش ظروفا إنسانية صعبة. السلام عليكم. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن التقدم في مشاورات السلام اليمنية في الكويت يعتمد على جدية الوفود، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مستعد لدعم اليمن والمطلوب من المشاركين التفاعل البناء. وأضاف ولد الشيخ في بيان صحفي أن الأمم المتحدة تعتمد على المرونة مع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي وتجنيب اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية، إلى أن على الأطراف مسؤوليات يجب الالتزام بها والتفاعل البناء في الاجتماعات واللجان الخاصة من أجل التقدم في الملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين. وقال ولد الشيخ أن العام الجاري وبشكل متوازن للتوصل إلى حل سلمي شامل، والقرار النهائي سيكون يمنيا يمنيا. تحتوي على تصور الوفد لملامح المرحلة المقبلة. إلى ذلك التقى ولد الشيخ بالوفد الحكومي لإقناعه بالعودة إلى المشاورات بعد قرار تعليقه الاستمرار فيها. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية فإن ولد الشيخ يسعى من خلال لقاءاته لتذليل الصعوبات لاستمرار المشاورات، في حين يشترط الوفد الحكومي للعودة إلى المشاورات تقديم وثيقة ضمانات لموافقة الوفدين على ما أسماها ثوابت البنود الستة للحوار. وفقا للوكالة فإنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي اليوم وفد الميليشيا والمخلوع للتأكد من التزامهم بالمرجعيات المتفق عليها. اليوم سيكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما. ميدانيا أفاد مراسلنا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة والميليشيا في مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز، وقال إن الاشتباكات دارت في الشارع العام ومحيط إدارة الأمن ومنطقة مهيز في المديرية. وفي السياق ذاته قصفت الميليشيا أحياء سكنية ومقر اللواء 35 في الجهة الغربية من المدينة. وقال مصدر عسكري لقناة بلقيس إن مواجهات عنيفة شهدتها المناطق المحيطة بمقر اللواء العسكري. وفي السياق ذاته كشفت لجنة التهدئة نقل ميليشيا الحوثي والمخلوع صواريخ باليستية إلى مديرية ذباب غربي محافظة تعز. ونقلت وكالة سبا عن اللجنة قولها إن الميليشيا نقلت الصواريخ على متن قاطرات من محافظة الحديدة إلى معسكر العمري بمديرية ذباب القريبة من باب المندب. تنهش الحرب تعز، تسلبها الحياة وتحيلها إلى أشلاء مدينة حيث موت محدق بأرواح البشر. هو جزء من يوميات المدينة المحاصرة منذ نحو 14 شهراً. تصف المنظمات الإنسانية تعز بأنها سجن مفتوح يحوي مئات آلاف البشر. توزع الميليشيا قذائفها اليومية على الأحياء السكنية بشكل يومي، بينما لم توزع المعونات الإغاثية على المتضررين حتى اليوم، رغم مضي شهر على اتفاق التهدئة المعلن، ورغم زيارة وفود المنظمات الدولية وحديث المبعوث الأممي عن إدخال المساعدات إليها. تسير الرؤوس تحت سماء تعز على حافة قلقها، أو تصير في لجة القلق كلما تسربت من ثقوب خوفها قذيفة أو رصاصة قناص، حالة يبدو أنها ستطول ما بقي القتال مشتعلا في المحافظة، وظلت الميليشيا حجر عثرة أمام أي تقدم في عمل لجنة التهدئة المهتمة برفع الحصار وفك منافذ المدينة. لا تزال الميليشيا تحشد المزيد من قواتها وتعززها بترسانة عسكرية جديدة. تقول لجنة التهدئة في المدينة أن الميليشيا نقلت صواريخا بالستية إلى غرب المحافظة وبالتحديد مديرية ذباب القريبة من باب المندب،
وذكرت اللجنة في بلاغ لها أن الميليشيا نقلت الصواريخ على متن قاطرات من محافظة الحديدة إلى معسكر العمري في ذباب. لا يحتاج المتفاوضون في الكويت إلى صور توثق هذه الخروقات والتعزيزات الحربية، لكنهم يحتاجون فقط إلى الإحساس بحجم المأساة التي تشهدها تعز المكتئبة بفعل الحرب والحصار. المدنيون هنا عالقون في قلقهم أيضاً، ليسوا أقل أرقاً من سواهم في أحياء أخرى تخضع لفعل الدمار اليومي. نار الأسعار صارت شريكاً جديداً في تخصيب قلقهم وتعميم قسوته، لتبدو صورة الحياة من هنا قاتمة. صحيح لا ملامح للحرب هنا، لكنها إرادة الناس في مقاومة ضنك العيش، يكافحون من أجل البقاء، غير أنهم يكابدون حرب السوق أيضاً. كل شيء في هذه المدينة عاطل، المنظومة الصحية ومنظومة الكهرباء والمياه ومنظومة الحياة بشكل عام. ينضم إلينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. فواز، أهلا بك، ما الجديد لديك اليوم في مدينة تعز؟ نعم شادي، في هذه اللحظات التي أتحدث إليك تشهد منطقة غيل بني حمر مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات النخل والسطح من جهة أخرى، بعد أن شنت الميليشيات هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش الوطني في منطقة غيل بني عمر، محاولة اختراق المنطقة والسيطرة عليها تمهيدا للوصول إلى مناطق في مديرية الشمايتين وقطع طريق التربة تعز، وهو ما بحسب ما يقوله قائد اللواء 35 مدرع أنه لن تتمكن من خلاله الميليشيات الانقلابية. وقوات اللواء 35 مدرع تخوض معارك عنيفه مع الميليشيات في هذه اللحظات في المنطقه المسماه غيل بن عمر، محاوله منع او صد هجوم الميليشيات على المنطقه. نعم فواز، هناك بعض الانباء تتحدث عن مواجهات تدور في محيط اللواء 35، ما صحه هذه المعلومات؟ نعم، ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع الصالح كانت قد خطفت مقر اللواء 35 مدرع ليل امس بشكل عنيف جدا، ودارت بعدها اشتباكات قويه مع قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. ايضا اليوم وبعد الظهر جددت هذه الاشتباكات وهذا القصف الذي تشنه الميليشيات بشكل يومي على مقر اللواء 35 مدرع كاكثر الاماكن في تعز عرضه لقصف الميليشيات. نعم فواز، يعني فيما ما الذي يدور حاليا في دمنة خدير؟ هناك أنباء تحدثت عن وجود اشتباكات بين الميليشيا وأيضا المقاومة. نعم، بالأمس انتفض عدد من شباب مديرية دمنة خدير في وجه الميليشيات الانقلابية، خصوصا بعد الممارسات الكثيرة التي ضايقت من خلالها الميليشيات أبناء المديرية، فانتفض عدد من شباب المديرية وهاجموا عدة مواقع ونقاط للميليشيات في الشارع العام بطرق مديرية دمنة خدير وفي إدارة الأمن، أيضا إدارة أمن مديرية دمنة خدير، ولتدور بعدها اشتباكات مع هذه الميليشيات، لكن حتى الآن لا أنباء عن إصابة أو ضحايا. نعم، إذا مراسلنا في تعز فواز الحمادي، شكرا جزيلا لك. أحرقت ميليشيا الحوثي منزل مواطن في قرية الصارين بمديرية حزم العدين في محافظة إب، كما قتلت نجله بسبب امتناعه عن دفع ما يسمى بالمجهود الحربي. وقال المواطن قائد علي البعداني إن المدعو بشير العلوي وعددا من عناصر الميليشيا أقدموا على تهجيره وأقاربه البالغ عددهم 12 أسرة واستولوا على ممتلكاتهم الخاصة. يا اخي اول حاجه بشير علي طلب مننا مجهود حربي، تمام؟ انا اديت رساله ابني هذا معه 3 كسب، طلب منه مجهود حربي اقل ما معيش رفض، ثم يعني المرافق عقوق قتل ابني بامر من بشير العلوي، تمام؟
والان هذا انا مشرد بلاد الناس انا وعيالي مشردون بيتي وامس امس امس العشاء حرقوا بالبيت حقي معي بين نوب معنا بين برامل ذرة معنا شمطات معنا فراشات معنا بيت مسكن قاعد على ما إذا مشاهدينا سينضم إلينا الآن من الكويت لإطلاعنا عن آخر المستجدات هناك الصحفي مختار الرحبي. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا بك. سيد مختار يعني اليوم هناك أنباء عن اجتماع المبعوث الأممي بالوفد الحكومي، هل لديكم معلومات حول ما أفضى إليه هذا الاجتماع؟ نعم الاجتماع بالفعل اليوم كان هناك اجتماع مع الوفد الحكومي. طبعا المبعوث الأممي تفهم المطالب التي تقدمت بها أو تقدم بها الوفد الحكومي وأكد أنها مطالب مشروعة، وهي بالفعل مطالب مشروعة ليست مطالب تعجيزية، إنما هي مطالب متفق عليها في إطار مجلس الأمن الدولي وفي إطار الأمم المتحدة وفي إطار المجتمع الدولي، مرجعية التصلات والإطار العام ومرجعية الأحكام والمرجعية السابقة، كلها أشياء يتم الاتفاق عليها. لابد من أخذ تحوزات من قبل الأندلس الإنقلابية لكي يتم حفظ مسار المشاورات وألا تنحرف مسار المشاورات. بالتالي كان هناك تفهم واضح من قبل المبعوث الدولي وهو سيلتقي بوفد الإنقلابيين ليعود بعد ذلك ويعلن نتائج اللقاء التي تم بالطرف الآخر. يعني هل هناك يعني المبعوث الأممي نقل تفهم وفد الميليشيا للمطالب التي يطالب بها الوفد الحكومي قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، أم أن المبعوث الأممي ما زال يسعى لإقناع الطرف الآخر؟ لا، هو طبعا جلس مع الوفد الحكومي قبل أن يجلس مع الوفد الإنقلابي، سيجلس مع الوفد الإنقلابي يوم الساعة 7 مساء وسينقل له ما تم طلبه من قبل الوفد الحكومي، وسيحاول واكد أنه سيحاول أن يخرج بالتزامات واضحة من قبل الطرف الآخر لكي يتم استئناف عملية المشاورات جلسة المشاورات سواء للتجان أو للاجتماعات العامة. إذن الصحفي مختار الرحبي كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن عدد الحالات التي استقبلتها اللجنة خلال شهر أبريل الماضي بلغ 645 حالة. وذكر تقرير اللجنة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين القتل وقصف المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية والقصف الجوي والاعتقالات خارج القانون وتفجير المنازل والإخفاء القسري في عدد من المحافظات. ودعت اللجنة في بيان لها كافة أطراف الصراع إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مجددة دعوتها جميع الأطراف للتعاون معها والسماح للفرق الميدانية بالنزول للمعاينة وتسهيل وصولها لضمان إنجاز أعمالها. إلى محافظة الجوف حيث شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وقال الناطق باسم المقاومة عبد الله الأشرف إن المناطق التي استهدفها القصف في مديرية المتون، مشيرا إلى أن المسلحين الحوثيين أطلقوا أكثر من 20 قذيفة مدفعية طال بعضها منازل المواطنين. وأوضح أن اشتباكات متقطعة أيضا دارت في عدة جبهات بالجوف في كل من جبهة العقبة والغيل. قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مواقع الجيش والمقاومة في جبل هيلان والمشقح بمأرب في استمرار لخرق الهدنة المعلن عنها. وقالت مصادر في المقاومة إن الميليشيا شنت قصفا على تلك المواقع بالقذائف، كما قصفت بصواريخ الكاتيوشا معسكر كوفل بصرواح. عززت المقاومة الشعبية من قواتها بالقرب من المنشآت النفطية في محافظة مأرب. وقال مصدر في المقاومة إن القوات انتشرت في محيط منشأة صافر النفطية وعلى الحدود مع حضرموت والجوف في خطوة تهدف لتأمين المحافظة ومنشآتها النفطية. وأشار المصدر إلى أن أكثر من 45 دورية عسكرية محملة بالمقاتلين ومختلف أنواع الأسلحة انتشرت في محيط صافر بالتنسيق مع قيادة الجيش الوطني
والسلطة المحلية في محافظة مأرب، ولفت إلى أنه تم استقدام تلك القوات من منطقة نخلاء التي تتخذها المقاومة الشعبية معقلا رئيسيا لقواتها في المحافظة منذ سبتمبر من العام 2014. تخرجت دفعات جديدة من أفراد المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي بمناسبة الذكرى 26 للوحدة اليمنية والذكرى الأولى لتأسيس الجيش الوطني. وأكد قائد المنطقة اللواء ركن علي القشيبي التزام الجيش الوطني بالتهدئة على الرغم من الخروقات المستمرة للميليشيا. بزي مموه برمال الصحراء يظهر لأول مرة جنود قوات النخبة اليمنية أو ما يعرفون بفريق متخصص بالقنص ضمن بنية جديدة للجيش الوطني، هي هذه التي تبدو في طور التشكل بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، حيث يجري صياغتها ضمن مشروع المؤسسة العسكرية الوطنية الكبير. لا ينقص هذه الدفعة أي شيء في الطريق إلى الدفع بها إلى ساحة المعركة لمواجهة مشروع الميليشيا الانقلابية في جبهة ميدي بمحافظة حجة، وهي المحافظة الحدودية بين المملكة العربية السعودية ومحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المتمردة. هنا في ميدي وتحديداً في مقر قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، اجتازت القوات الناشئة العديد من الاختبارات، كما قدمت عروضاً ضمن ما اكتسبته من مهارات وفنون قتالية مستخدمة خلال مناورتها معدات عسكرية مختلفة. بينما تشهد جبهات القتال منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار هدوء حذر تزامن مع المشاورات السياسية التي تجرى في الكويت بإشراف من الأمم المتحدة. وجه مكتب الصحة بمحافظة الحديدة نداء استغاثة لمنظمة الصحة العالمية لدعمه بالمحروقات، وقال المكتب في رسالة للمنظمة إن أكثر من 3 ملايين مواطن يواجهون خطر توقف الخدمات الطبية بعد قيام الميليشيا بإيقاف الخط الساخن الذي يزود مستشفيات المحافظة بالكهرباء. وأشار مدير مكتب الصحة في المحافظة إلى أن مستشفيات الثورة والعلفي ودار السلام ومركز الغسيل الكلوي قد تتعرض لتوقف الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة جراء انقطاع الكهرباء المتكرر منذ أسبوعين. يحاول المواطن محمد الزبيدي كحال الآلاف من اليمنيين توفير قوت لأسرته من خلال دراجته النارية في محافظة الحديدة. وأثرت الحرب واستمرار سيطرة الميليشيا على السلطة في الأوضاع الاقتصادية للفقراء في البلاد. كل صباح يغادر محمد منزله مثقلا بمتطلبات عديدة، يحاول جاهدا من خلال دخل زهيد بدراجته النارية توفيرها. ينقل العديد من الركاب مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 200 ريال. المئات وربما الآلاف من أبناء الحديدة غدت هذه الدراجة مصدر رزقهم، بل وصارت سمة من سمات المدينة. أنا صاحب موتور، نخرج من الصباح بدري، نخرج نطلب الله، ونلاحظ أنه الركاب والشغل مو زي أول أبدا، نفس المعاناة هي. تتسع دائرة الفقر إذ تعج المدينة بقصص المتعبين، وليس من النادر أن يتسرب الفقر إلى هذه الأزقة فهي تعيش تحت وطأته منذ سنين. الحرب التي تشهدها البلاد لم تفعل شيئا سوى أنها تسببت بحسب محمد الزبيدي بمضاعفة المشاكل، أبرزها انعدام المشتقات النفطية، وأضافت لسائقي الدراجات عبئا إضافيا ما أثر على عائدها بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء. زاد البترول والراكب ما يقدر يديك زيادة لأنه ظروفه صعبة مع غلاء الأسعار. كغيره من أبناء هذه المحافظة لا طموحات كبيرة للزبيدي، كل ما يطمح إليه فقط تأمين حياة كريمة لأسرته، فيعود كل يوم منهكا تنتظره الأسرة، يحاول جاهدا أن يدفع الحياة إلى الأمام رغم كل المعوقات. في الحديدة يعيش آلاف الناس يومهم كمحمد، لا يكترثون للقادم في ظل الحرب وصعوبة العيش التي توشك أن تصادر ما تبقى من ملامح الزمن الجميل لمحمد التي غيرتها مواجع البلاد المتلاحقة. شكى عدد من المواطنين في محافظة الضالع قيام مسلحين مجهولين بقطع الطريق الرابط بين محافظتي عدن وصنعاء،
وطلب المواطنون السلطة المحلية ومشايخ مريس وقعطبة التدخل لوقف هذه التصرفات. وقال مراسلنا هناك إن عشرات المركبات ما تزال عالقة في منطقة سناح ومفرق هوبر بسبب قطع المسلحين للطريق. القواطر والسيارات والماشية يتوقفون في هذا الخط المتجه إلى مدينة الضالع، ولا نعرف لأي سبب يعني قاموا بتوقيف هذه القواطر والحركة التجارية. إننا نرفض كل الرفض على هذه التصرفات الخاطئة. حراق اليوم بالليل بالصبح وأمس اشتباكاتنا بينهم البين وتفاجير، ويعني لمعان مشاكل داخلية يسدوا بينهم البين، لا يخلوش الناس يعني قلقين ومقعقعين، ويعني لا طلاب لا جامعة. تعيش أكثر من 140 أسرة نازحة من محافظات مختلفة ظروفا إنسانية صعبة في مخيم للنازحين تم تشييده شمالي العاصمة صنعاء. وقال مدير مخيم ضروان مجاهد الشعثمي إن الأسر النازحة فرت من محافظات صعدة وحجة والجوف وتفتقر للمواد الغذائية والإغاثية. جاءوا من مسافات سحيقة للاستقرار هنا، حالهم ليس أفضل مما كان عليه في تلك الأماكن التي هربوا منها، لكنهم اختاروا الأمان الموجود على هذه الأرض الواقعة على بعد مسافة قصيرة من العاصمة صنعاء. يعيش هؤلاء حالة عوز لا يستطيعون معها توفير احتياجاتهم البسيطة في كثير من الأحيان، أطفالهم فقط من يحاولون الانقطاع عن الواقع المفروض عليهم، يلعبون بما يتوفر في أيديهم بينما يكبر البعض منهم قبل أوانهم، ينصرفون من اللعب إلى مساعدة أسرهم بما تيسر مصحوبا بالكثير من الجهد. نازحون من مختلف مناطق الجمهورية وجدوا هذه المخيمات ملاذا علها تحميهم من الصراع، لكنها لم تستطع حمايتهم من البرد والجوع وسوء المعيشة. المنظمات الدولية المناط بها تقديم المساعدات للواقعين تحت وطأة هذه الظروف متهمة بالتقصير تجاه النازحين المتضاعفة أعدادهم بشكل يومي، قليل منهم يعترفون بذلك، وهو ما عبر عنه مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حين قال مجيبا عن أسباب نقص التمويل اللازم لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة: ما نشهده في العالم ليس نقصا في الأموال بل نقصا في الإنسانية. إنسانية لا تتوفر لليمنيين في الوقت الحالي، فقد اختار العالم إدارة ظهره لهم وترك هؤلاء يعيشون معاناتهم بوحدة بالغة بانتظار ما لا يصل. تشاهدون في النشرة بعد الفاصل. في محافظة ريمة سيول الأمطار تتلف أراضي وممتلكات المواطنين. المبعوث الأممي يلتقي وفد الحكومة لإقناعه بالعدول عن قرار تعليق المشاركة في المشاورات. قصف مستمر على الأحياء السكنية في تعز والمواجهات تحتدم قرب مقر اللواء 35. في صنعاء أكثر من 140 أسرة نازحة تعيش ظروفا إنسانية صعبة. أهلا بكم. أعلنت المقاومة في مدينة عدن إخلاءها مبنى الهيئة العامة للاستكشافات النفطية مقابل دفع 3 ملايين ريال كمستحقات ورواتب لأفراد المقاومة الذين تولوا حراستها. وقالت الهيئة إنها ستتكفل بدفع 1,500,000 ريال للرواتب، فيما تدفع شركة الغاز ما تبقى من المبلغ لأفراد المقاومة. وفي عدن أيضا نظمت جمعية الرحمة الاجتماعية مع عدد من ممثلي زارعي الكلى وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بإنقاذ حياتهم وتسليم الأدوية المحتجزة لدى الميليشيا في صنعاء. وقال المحتجون إن نحو 200 زارع كلى في عدن
وما جاورها مهددون بالموت جراء نفاذ الأدوية اللازمة لإنقاذهم، وحمل المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة كامل المسؤولية لصمتها عن احتجاز أدويتهم في صنعاء وعدم استلامهم أي مخصص من الأدوية منذ أبريل من العام الماضي. قالت مصادر مصرفية إن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات ومداهمات لعشرات الصرافين بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها. وأكدت المصادر أن الميليشيا أغلقت محلات الصرافة في أنحاء عدة من العاصمة صنعاء عقب التدهور الحاد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وكان الريال اليمني قد وصل إلى أكثر من 300 ريال للدولار الواحد بعد استنفاذ الميليشيا لجزء كبير من احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة. في محافظة ريما جرفت السيول العديد من الوديان جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب بإتلاف الأراضي والمحاصيل الزراعية وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا علي الجرادي. لا أثر لأراض زراعية كانت هنا، أكوام من التراب والقش هو كل ما تبقى منها. هنا في هذه المنطقة من محافظة ريما لم تترك الأمطار سبيلا لسكانها للعيش بعدما لحق بممتلكاتهم من دمار وخراب. مئات الكيلوهات من الأراضي الزراعية ابتلعتها السيول، وعشرات الأسر غدت بلا مصدر رزق، ليصبح المكان شاهدا على كارثة إنسانية ثمنها معيشة الناس. قلنا لك هذا اللي كان معي، هذا وهذه المشنة اللي تحتها، اللي كنت تحتها مش مزروع، أزرعها إلا وقت الصيف، يعني رومي حب، هذا كان مزروع قات، قل يعني هو يشقى عليا. كل شهر كل نص أحس اللي كسبير ما بش، كان الماء عندنا معدوم. الآن الحمد لله دل الله مطر، لكن المطر بز علينا ما هو، هذه كان بوجوهنا. لم تقف كارثتكم هنا أو عند هذا الحد من النكبة، فسيول الأمطار التي ضربت أراضيكم الزراعية وخلفت أضرارا في الأرواح والممتلكات خلال الأيام الماضية ما زالت مستمرة في زحفها على مناطق كبيرة، ولا دور رسمي أو منظمتي إغاثي يذكر حتى اللحظة لإنقاذ ما تبقى من الممتلكات. نزلت لجان حصر إلى هذه المنطقة بعد كارثة السيول التي حلت بالناس، ثم وعدوا الناس بأنهم ستكون هناك معالجات، وإلى الآن لم يحصل شيء من هذا الأمر كله. هنا يجد المواطنون أنفسهم بلا مصادر رزق، فمزارع البن والحبوب والذرة التي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم ذهبت أدراج السيول، ولا سبيل أمامهم للعيش بعد كل هذا. سيول كثيرة بحجارها جرفت الأراضي الزراعية التي أمامكم كاملة، كانت الأراضي الزراعية هذه تمتلك بعضها في الأبيار الدفنت. إحنا مساكين الله كان معانا معي جهالة وزوجي شايفة جاثم يرحم الله حالته، وهذا زرعناها كله بز وربي علينا، كانوا معوشة إحنا وعيالنا. مهددون بالسيل وفقدان ما تبقى وسط لحيلة أمامهم لمواجهة كارثة نالت من أهم أسباب عيشهم ومعيشتهم. ختاما هذا تذكير بالعناوين. المبعوث الأممي يلتقي وفد الحكومة لإقناعه بالعدول عن قرار تعليق المشاركة في المشاورات. قصف مستمر على الأحياء السكنية في تعز، والمواجهات تحتدم قرب مقر اللواء 35. في صنعاء أكثر من 140 أسرة نازحة تعيش ظروفاً إنسانية مأساوية. مشاهدينا، للحصول على مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وأيضاً صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الملتقى، في أمان الله.